انا كنشكر هاد الناس اللي جاوا عندنا. الله يجزيهم بخير، جاوا عندنا زورونا وزوروا البلاد وشافوا البلاد. انا منصور نجيب، دوار أصدل أي الزغار، دوار أصدل أي الزغار، جماعة من ولون، قيادة تندود إقليم والعمالة والزازات. كان عندنا الفيضان من 2014، طلعنا هبطنا حتى عينا رجعنا قعدنا، جا الفيضان الله ينجينا وينجيكم 2018، مشينا نفذنا القضية في 2018، جانا الإفراغ في 2018، جانا الإفراغ. ها هو الإفراغ باش تخويو ديوركم، نخويو الديور ديالنا هنايا. هودنا طلعنا قلنا لهم اودي هاد الشيء، قالوا لينا دبروا راسكم. قلنا لهم ما عندنا فين نمشيو وما عندنا باش نبنيو. في 2018 في ديك اللحظة شدينا الإفراغ، مشات حتى 2020. 2020 عيطوا لينا من القيادة، هودنا دوك الناس اللي حضروا. شحال تقريبا شحال الناس؟ مثلا هذيك الساعة كان 25، لما باقي راه مشى كيقلب على الخبز لولادو. هذيك الساعة كنا 25، عيط ليا القايد ديال القيادة، قال منصور نجيب، قلت ليه نعم، قال لي ادخل تسيني، قلت ليه ما نسيني، خصني نعرف علاش غنسيني. قال لي سيني هاد الوراق على الدوار ديالكم وغتشد النمره ديال الرخصه. قلت ليه مرحبا، سينيت شديت هاد الرخصه، ها النمره ديال البقعه، ها النمره ديال البقعه هي. مشات القضيه 2020 ل 2021. 2021 عيطوا لينا من الجماعه ديال من ولون، الجماعة القروية، الجماعة الترابية، جالي من ولون. ديك الساعة شدينا الوراق ديالنا. شدينا الوراق ديالنا، الرخصة ديال البقعة. ملي شدينا الرخصة ديال البقعة شدينا البلان، عطاو لينا البلان. البلان باش تبنيو داكشي. البلان باش نبنيو. شدينا البلان وقالوا لي خصكم اللي غيخدم في هاد اللحظة هادي خصو يدير الرخصة ديال العمل. ها هي الرخصة ديال العمل. ملي جيت بعد داكشي اللي عندي، البهايم الغلام داكشي اللي جاب الله في الدار رابعته، مشيت عند دوك الناس اللي كيبيعوا المواد ديال البناء، هزيت عندهم 3 الملايين، خلصتهم. ديك الساعه عطيت لهم 2 المليون، بقى مليون راه بقاو فيه بفلوس دابا حاليا، ما عندي منين نجيبهم. الى دعوني غنمشي فيها من 2021 الى 2023. دوك الناس صبروا ليا، انا سمعوا الهضره فين وصلت، صبروا عليا. دابا ما عندي باش نهود وباش نطلع، خلي نبني داكشي اللي عندي، راه طبيتوها في المحاكم. دابا كنطلب سيدنا توصلوا هاد القضيه هادي، يشوف كي غايدين لينا. الله يرحم الوالدين، الله ينصر سيدنا. الناس كيهودونا ويطلعونا وما عندنا باش داكشي اللي عندي. انا ديك الساعه عندي باش نبني. شكون اللي دار لكم التعرض؟ تعرض المحكمه، قالوا لينا حبسوا حتى نشوفوا هاد الشيء ديال من.
واش جا لكم ولا جا دوك الناس؟ تصدوا بالرخصه عندنا كلشي موجود ديال البقاق كلشي كاين عندنا. انا كنطلب القضاء يشوف الوراق ديالنا ويشوف دوك الناس اللي عندهم ما يخرجوا حتى هما يخرجوه ماشي مشكل. غتبقى القضيه ديالنا ما بين السلطه و وبين المحكمه والعماله ديال العماله والمحكمه. غتبقى القضيه ديالنا ما بين السلطه واللجنه عطات لينا وقفات معانا، السلطه وقفات معانا، ولكن في هذه اللحظه ما كاين اللي يشوفنا. المهم الناس تسلموا البقات ديالهم. وشكون هاد الناس اللي داروا التعرض؟ هادوك الناس داروا لي التعرض. شكون هاد الناس؟ واش اصحاب الارض ولا شكون؟ الارض ديال ارض الجمعة، كيتسمى ارض الجمعة. ديال الجمعة. ولكن علاش الداخلية سلمت لكم؟ ما عرفناش. هذاك الشيء اللي عرفت. دابا ان السلطة واللجنة عطاو لينا. الله يجزيهم بخير. المهم دابا الداخلية كتحمل. هند سنتر ميكا. نعم. الداخلية اللي كتحمل المسؤولية. الداخلية. السلطة الداخلية. تغطس في الحسابات مع الناس باش حنايا. ما عرفنا ما فهمنا والو. دابا ان السلطة واللجنة عطاو لينا. بالقانون ديالنا عندنا القانون، ها القانون. ودوك الناس جاو قالوا لنا مشاو داروا لنا الدعوه، طلعنا هبطنا وواحد اليوم باقي كنطلعوا نهبطوا معاهم. ولكن علاش داروا لكم انتم مباشره الدعوه؟ ما داروهاش. لا حنايا الاولين. لا ولكن الدعوه خصو يديروها دوك الناس يسلموا لكم. لا ما داروا بحال هذاك الشيء، داروه لينا حنايا. حنايا الضعفاء الدروش قالوا نهضروا معاهم ويمشيو. حنايا ما عندنا فين نمشيو. انا براسي غنموت تمايا. بالنسبه للمحكمه؟ المحكمه الابتدائيه. الابتدائيه شنو دارت معكم؟ حكمات لنا براءه. واش ناخذوا حقكم؟ ايه ناخذوا حقنا. مشاو هما للاستئناف استنفوها. باقي ما خرجت ديال الارض، باقي ما خرجت. باقي في الاستئناف. دابا في الاستئناف خرجت. حكموا علينا على حساب من اللي قالوا لنا حبسوا وما حبسناش. ولكن حنا حبسنا ولكن قالوا لنا لا ما حبستوش. عندنا شهرين ومليون 10,000 درهم. خطيه وما فهمناش علاش. وقلت لي شهرين شرشي ولا شرشي. داكشي علاش كنبغي انا اللجنه. واش شرشي عارف وحدك ولا الناس كامل؟ لا خمسه د الناس، خمسه د الناس. عندنا الملف واحد. ملف واحد اللي عندنا بخمسه. دابا داكشي علاش كنبغي انا السلطة تحكم، تحضر، السلطة تحضر، اللجنة تحضر، حنا نحضروا، دوك الناس يحضروا. باش هاد الرمانة، وحنايا الحمد لله، حنا ضعفاء مسالين، كنطلبوا الله وسيدنا، الله ينصرو، يتخل في هاد الشيء. انا كنبغي السي محمد السادس الله ينصرو يتدخل في هذا الشيء. احنا ما فهمنا والو. هذا الشيء كاينه عاوتاني نهار الثلاث الجاي كاينه. شكون اللي دار بكم الشكايه؟ داروا لينا شي ناس، هذوك الناس اللي قراب لينا. المحامي دايرين المحامي ديالهم وعندنا المحامي ديالنا، ولكن حنا كنحضروا اي الجزيره كاينه خصنا نحضروا فيها حنايا. حنا قيدوا علينا حنا متهمين. والله ينصر الملك. اخر رساله ديالي كان بغينا دوك الناس يحضروا، اللجنه تحضر،
السلطة تحضر، حنا نحضروا دوك الناس يحضروا. هذه هي آخر الكلام ديالو، والله ينصرنا مالك.